بحضراتكم، وده معاد لقائنا يعني شبه الدائم مع دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه حساسيه المناعه، استاذ الجمعيه، عضو الجمعيه المصريه، عضو الجمعيه المصريه حساسيه المناعه للحساسيه والمناعه. حضرتك صاحب بيت يا دكتور الحقيقه، انتم طيبين جدا، يعني مش محتاجه اقدم حضرتك. وطبعا اكيد المشاهدين عارفين اكيد هنساله في ايه النهارده، بمناسبه ان احنا في شهر رمضان وعاداتنا الغذائيه الملخبطه نوعا ما، والمشاكل الصحيه اللي عند الناس، واحيانا في ناس بتتخن في ناس بتخس. بس هبتدي بقى بالسؤال اللي كلنا بنعاني منه الحقيقه، المسافه بين الفطار والسحور قصيره قوي، عدد الساعات قليل قوي، والناس مش بتعرف يعني لا تاكل كويس على الفطار ولا تعرف تتصحى لانها بتكونش لسه جاعت، فالحل يبقى ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. العالم كله بيصوم، مش بس في مصر او الدول العربيه، ليه متابعين كتير جدا في اوروبا، وفي بيصوموا ساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات. خلي بالنا مش احنا بس اللي بنصوم، من سنن الحياه على كوكب الارض اللي هي الصيام. يبقى مش احنا بس اللي بنصوم، لا ده كل الحشرات بتصوم، الدبه القطبيه بتصوم، الديلود بيصوم، ووجدوا ان الدبه بتصوم الست شهور تطلع من الصيام اكثر صحه ومناعه ورشاقه. وجدوا البطريق بيجي يتجوز بيصوم شهور ويسافر مكان 200 كيلو عشان يروح يتزاوج ويضع البيض والكلام ده، بطريق طبعا الجميل ده، وهو راجع يرجع اكثر رشاقه وصحه. فالعالم كله عرف ان الصيام بيساوي صحه، بيساوي مناعه، بيساوي رشاقه. وابتدت في مدارس دلوقتي في الغرب يقول لك مدرسه البطريق للرشاقه، يقول لك صومي. وابتدت في امراض صعبه جدا مش عارفين يعالجوها، بيعالجوها بطرق غير تقليديه، يقول لك صوم، يصوم 70 يوم 80 يوم. دلوقتي في بعض المناطق في امريكا بتعالج زي مثلا السرطان، يقول لك هيصومك عن كذا كذا 70 يوم 60 يوم، وبيدعوا انهم ممكن. يبقى لازم ان احنا نفهم كلمه صيام. واحد، هيجي رمضان في الصيف، ممكن هيبقى اربع فصول في السنه، يبقى ثلاث شهور تقريبا هيبقى فيهم في الصيف. مش بس كده، مع رفض امريكا التوقيع على اتفاقيه الاحتباس الحراري وزياده الحراره، هتلاقي في المستقبل والوقت حاصل دلوقتي الصيف هيتقدم ناحيه الربيع، وهيتاخر هياخد معاه الخريف، وهتلاقي الصيف اكتر. فاحنا متوقع ان احنا هنصوم اكتر في الايام الجايه في او اجواء حر. الحاجة الثانية، هل هو الصيام؟ طبعا الصيام ده فريضة، بس هل في فايدة للصيام؟ طلع في فايدة وفوائد، وكل يوم بنكتشف فوائد، وكل سنة بنعرف فوائد جديدة. طلع ان احنا عايشين في كوكب دلوقتي ملوث. انا بشم حاجات مش شايفها، انا باكل حاجات فيها ملوثات، باكل سموم، بشرب حاجات فيها ملوثات. يبقى الحاجات دي هتدخل داخل جسدي، هل انا اسيب جسدي طول السنة من غير صيانة، ولا لازم اروح ورشة ادخل ورشه ومصنع عشان اعمل لي صيانه؟ الصيانه هتحصل امتى؟ صحيح بتحصل صيانه بالليل، نعمه ربنا ان احنا ما بناكلش بالليل. يبقى عدم تناول الطعام ليلا ده صيام. حاجه ثانيه، اما انا بيجي لي التهابات اتاري بتسد نفسي، طلع سدلان النفس، فقدان الشهيه، عندي التهابات عشان الجهاز المناعي يركز، يبقى الطاقه كلها جايه مع الميكروبات وما تشغلش بحكايه الاكل والتخمه. بعد ما اخف ترجع الشهيه تاني، تبقى الضعف والدبل وترجع الشهيه تاني. يبقى لازم اقتنع ان الصيام اهم جدا، واستقبل كل يوم وكل ساعه من الصيام بسعاده، بس اصوم صح. المشكلة احنا بنصوم صح، بنصوم صح ليه؟ ايه الصيام الصح طيب؟ الصيام الصح يبقى لازم انا اقتنعت، يبقى لازم الفكر من فوق ان انا متهيئ نفسيا بان الصيام لمصلحتي، هو فعلا كده. اتنين، ان انا لازم اسحر صح. يبقى هما بيسحروا غلط، انا لسه بسال دلوقتي واحد من شوية وبعض الناس سالتهم السحرت ايه امبارح؟ لقيت كل السحور بتاعه غلط. اللي سحر زبادي انا موافق، بس مش كفاية، مش كفاية. هتسحر قسمه ثلاث أجزاء، واخر السحور على قدر الامكان واحد، هتاخد حاجه بطاريه بطيئه تخليك تقدر تصوم ال 15 ساعه. يبقى هنرشح لك البقول، خد البقول ما تكسفش وما تقولش لا لا، هتاخد بقول، خد فول، خد بسله، خد اي حاجه بقول عندك، خد ترمس، خد حمص، بس ما يكونش فيه ترش ومخلل ولا ملح زايد. ليه؟ اصل البقول بطيئه الهضم، هتفيدني في ايه؟ هيبقى بتخليني يطلع الجلوكوز في النص الثاني من الظهر لحد المغرب. مش بس كده، ده هيديني كمان حاجه اسمها المغنيسيوم، زيها زي الموز، البعض بيقول الموز. يبقى المغنيسيوم هيديني من الموز والمشمش والبطاطس ام وقشر والبقول، واللي عايز ياخد مكسرات،
المغنيسيوم والخيار اللي فيه مغنيسيوم وزي المغنيسيوم وفيه بوتاسيوم، الحاجات دي كلها في دين المغنيسيوم ده بيخليني ابقى هادي. انا عشان ما اتوترش واقول انا تعبان وزعلان والله مني صايم، طلع المغنيسيوم اهم جدا لشويه حاجات لن يدق قلبي في غياب المغنيسيوم. لن تنقبض عضلاتي في غياب المغنيسيوم، لن يشتغل عقلي. المغنيسيوم من ايه بقى؟ من الفول مشمش والمشمش، بقول ومكسرات، البقول والمكسرات والموز تقريبا، مشمش وموز وسين سبانخ، وبشكل عام الافوكادو اللي يقدر يجيبه والكلام ده. يبقى والسمك اللي عايز برضه يعني حط. صح فعلا موضوع الفول ده يعني ده مش بس صح، ده حط 20 صح. يبقى هديك البروتين وعدس كمان ممكن، البقول بقى كلها. البقول كلها، مش بس كده كمان، ده هيخليك تضحكي في رمضان، ما هيديك تريبتوفان، يعمل لك سيروتونين، هرمون السعاده والانبساط والانشراح والمزاج العالي. يبقى اوعى حد يتسحر بدون بقول. مش بس كده بقى، لازم معاها طبعا خبز، ادي اتنين. بعد كده خد زبادي، هيديني فيتامين بي وهيديني البروتين على القيمه الغذائيه، وهيديني ميه، ميه كويس جدا في صوره مستخبيه بنسميها بطاريه الميه. ايه حكايه بطاريه الميه؟ ده مصطلح جديد احنا عملناه من حوالي 10 سنوات، مصطلح جديد مهم جدا بطاريه الميه للصائمين في العالم كله بس في مصر. ليه؟ انا لو شربت الميه بس وقت السحور او بين الفطار والسحور بتخلص منها بعد ساعه تقريبا، خلاص جسمي خلص منها. طب انا عايز بطاريه ميه غير بطاريه البقول بقى. بطاريه الميه تديك الميه رويدا رويدا، شويه شويه. ارشح لها نمره واحد خيار، مش خيار ولا اتنين، لا انا باخد 10. بعد كده حطي بقى الكوسه، حط البطيخ وحاجه اسمها القرعيات. القرعيات اللي هي البطيخ والشمام والقرع والحاجات دي كلها لازم تاخد الحصه دي. بعد كده كمان ما تاخدش بقى الحاجات الغازيه والطرشي والمخلل والسكر الكتير. عملت التوليفه دي يبقى والسلطه اعتقد هتتسحر وهتسعد وهتبقى اللعاب موجود في فمك لحد المدفع ما يضرب او الفطار. بعد كده تعال بقى افطر صح. الفطار الصح، الفطار الصح مش معناها ان انا انتقم من روح الفطار بالنهم والفجعه، لا، ده هو فلسفه الصيام العلميه ان انا اجوع، اما بجوع بتحسن، اما بجوع يطلع هرمون الجوع. طلع هرمون الجوع الموجود عند الفقراء في العالم كله لفوائد، بيخليني مش بس كده بعد كده يخليني عندي الشهيه، لا، ده هرمون الجوع ده يخليني اكثر صحه ومناعه، ويخلي خلايا المخ والاعصاب بتاعتي اكثر اتقادا. يبقى اللي بيذاكر وهو صايم هيبقى اداؤه افضل من اللي بيذاكر وهو مش صايم او هو نفسه بعد كده. يبقى وانا ياما دخلت امتحانات وانا صايم طول عمري، بيبقى ادائي رائع جدا وقت الصيام. مش بس كده، ده حتى كل الانتصارات اللي مر بيها العالم الاسلامي كانت فترات فيها مسلمين كانوا صايمين، 6 اكتوبر وغيره وعين جالوت، هتلاقي فترات كثيره جدا من بس يعني احيانا بتبقى صحه حد مختلفه عن حد، يعني في حد صحته ضعيفه وفي حد عنده امراض وفي حد عنده مشاكل واعتقد في دار الافتاء افتت بالنسبه لطلبه الثانويه العامه عند ربنا انه في ايام الامتحانات ممكن يبقى بص حضرتك هو صعب عليهم التركيز. وربنا قال لحظه بس، ربنا قال هو من كان مريضا او على سفر. خلاص انا مش مؤيد، مع احترامي للإفتاء، مش مؤيد حكايه ان هم يفطروا. ليه؟ انا اسرتي اللي انا اعرفهم، انا شخصيا صمت كتير جدا، وكنت بصوم كمان يومين في الاسبوع وانا طالب، كنت بصوم يومين في الاسبوع. ده طلع الصيام المتقطع كمان بيزود اداء الاعصاب وبيخليك اكثر ذكاء ويخلي خلايا الذاكره تطلع. اصلا عايش عالم ملوث، انا عندي هنا في ملوثات، فاذا المخ اتخلص من السموم والشوارد الحره بيبقى اداؤه كويس جدا، هتلاقي القرار صح. وجربوا جربوا، يعني انا مع احترامي خلي اللي هيفطر اللي هم المرضى، لكن اللي عنده ثانويه عامه انا بقول له صوم وان شاء الله هتتفوق، وتاكد ان المعلومات القديمه هتطلع لانها مدفونه، المعلومات القديمه هتطلع. طيب نرجع تاني للسحور الصحي، حضرتك قلت لازم يحتوي على المغنيسيوم اللي بيتاخد من البقول ومن الموز ومن الخيار ومشمش. تمام، ايه العناصر التانيه اللي بتساعد؟ البوتاسيوم برضه نفس الحاجات دي، البوتاسيوم برضه. بالنسبه للعطش بقى، يعني مقاومه الميه، انا لو عملت كده مش هعطش. وبين الفطار وبين السحور نشرب، بس هلغي على الطرش والمخلل، هلغي على المواد الحافظه، هلغي على الحلويات. عملت كده وكمان ما دخنش، طلع التدخين كمان يخليني يبقى عندي ميل اكتر للعطش وجفاف الفم. عملت الحاجات دي كلها وما عادش بقى في الشمس وعملتش مجهود جامد، انا بمشي كل يوم ساعه في رمضان.
بس في الضل يبقى ده كويس ان شاء الله مش هتعطش. حاجه بعد كده لازم اعرف ان انا اما بجوع يوم انا اطلع الطاقه المخزونه جوايا يوم الدهون اللي عندي تسيح. ازابه الدهون ده بيحرق سعرات حراريه وبتخليني اطلع لجوه. طلع اما بطلع الدهون دي المخزونه في جسدي خاصه عند الكرش والحته دي كلها ده يطلع سموم. ده البيبي اللي لسه مولود النهارده بيبقى عنده في الحبل السري 200 سم من البيئه. ده اللي عنده 60 سنه ده عنده ما صامش قبل كده عنده 800 سم. يبقى انت لو صمت رمضان وجعت هتتاكد وخسيت خسيت ما زدتش وزنك تاكد ان هتخلص على الاقل من 100 200 نوع من السموم اللي مدفونه جوانا وتخلينا جيلنا امراض ما كانتش موجوده عند اجدادنا زمان اللي جابت سرطان والضغط المرتفع والسكر والحسيات وامراض كثيره ما كناش نسمع عنها خالص ولا كنا نتخيل انها هتجيلنا. يبقى ده مهم قوي. مهم كمان ان انا خلال عمليه الصيام اقوم بمجهود. كم المجهود هيخليني اعرق؟ طلع يبقى بقى ميزه ثانيه ان انت هتصوم السنه دي في الصيف. الصيام في الصيف هيخليك تعرقي. طيب بالنسبه للي بيعانوا من السمنه ايه العناصر اللي لازم تساعدهم للمقاومه؟ هو طبعا اللي بيعاني من السمنه هيشرب ميه بس هيكتر الميه شويه. الشخص العادي ياخد 8 اكواب يعني لترين ما ياخد فيش مانع ياخد 3 لتر ياخد 4 لتر. خد كوبايتين قبل كل وجبه تبقى عاده عندك حتى بعد رمضان لما تصحى الصبح خد كوبايتين 3 4 قبل الفطار بساعه. انت دايما خد يعني لما تيجي تفطر مش على طول تنزل على المائده خد شوربه خد ميه خد كوبايتين ميه جرب ده فعلا هيخفض الوزن وهيخليك ما تاكلش كتير. في حاجات بنوصي بيها الناس اللي عندهم سمنه وللاسف لازم برضو نصحى شويه. تقريبا 48% من سيدات مصر عندهم سمنه رهيبه وخمس البنات عندهم زياده وزن او سمنه. يبقى انتوا اناث مصر النص بتاع مصر كله دخل في وباء ما كانوش جريانين. افتكروا اما هم يقفوا المطبخ ياكلوا كتير، افتكروا اما الاطفال ما تاكلش الاكل ياكلوا الباقي، افتكروا ان الاكل اللزلزه ده هيخليها نوع من الحاجات دي الجاذبيه. غلط غلط كبير جدا. افتكروا الفلوس جات لنا يبقى نطلعها على اجسامنا. لا، اعرفوا ان الخساره في الوزن مكسب وانت عملتوا غلطه ودخلتوا في سنه والسنه تساوي 25 مرضا. وخلي بالك نسبه اليابان السنه هناك 1%. وتقدم رائع. هو طبعا يعني اليابان مختلفه في حاجات كتير مش بس في السمنه. طيب بالنسبه للي عندهم انا لسه هتكلم على السمنه عشان ياكلوا ايه بعد اذنك. طيب فضل. طيب ياكلوا ايه؟ انا بنصح لهم ان هم يقللوا شويه من النشويات والرز والخبز والكلام ده والسكر والملح. ومنجوع ياكلوا ايه بقى؟ يعني خد كرومبايا كابوتشا خسايه طبق سلطه كبير يعني سلطه فاكهه. طب وبالنسبه للحوم متهيألي لو لحوم مشويه ما فيهاش مشكله يعني كل يوم؟ لا يعني لو كلوا لحوم تبقى مشويه احسن. قد وزنه كام معلش؟ وزنه كام العادي؟ لا معلش عنده سمنه وخلاص. وزنه كام؟ وزنه 100؟ نعم 100 جرام. وزنه 100 100 جرام. 1 جرام بس لكل كيلو من جسم حضرتك. بس يبقى انا اما بروح معزوم ويجيبوا لي 3 4 حتت لحمه بروح واخد حته واحده بس قد علبه الكبريت وهي دي وبس والحمد لله رب العالمين. يبقى خلي بالنا ان اللحوم الكثيره هتعمل لي مشكله. وبعدين في حاجه ثانيه، مش رمضان ده مفروض مدرسه تعديل السلوك عشان اشعر بالفقراء؟ انت ما بتشوفش فقراء؟ طب انا هقول لك حاجه بقى، انت عارف ان في حاجه اسمها وباء الجوع في العالم كله؟ وباء الجوع. عارف ان في امريكا في 17 مليون طفل بيناموا من غير عشاء؟ 13% من الامريكان جوعه. عارف ان في العالم في 842 مليون بيناموا جوعه بطنهم بتوجعهم؟ افتكرهم. حاول تحسر الشعور ده. هو الصوم يعني مش بس الفكرة انك تحس باصل. لو على كده يبقى الفقراء بيصوموا ليه بقى؟ ما هم يعني جعانين طول السنه. يعني الفكره انه الصوم ده تغلب على الغرائز، يعني انك تنتصر على مدرسة كل حاجه بتشتهيها. يعني دي حاجه نفسيه مش بس صحيه. انا حمنع الاكل وحمنع اي حاجه انت يعني وحمنع الجنس المقاومه تعزيز المقاومه عند في حاجه اسمها كمان صيام اللسان والسلوك بالظبط. يعني هي يعني افكار كتير جدا بيشتمل عليها الصوم يعني. طيب بالنسبه لحاله الخمول اللي بتبقى عند الناس ليه اسباب بعد الفطار؟ الخمول والصداع. الخمول عشان هو اكل كتير حتى تكبتتك في وقت الفطار فالدم كله رايح عند المصارين والمعده والقناه الهضميه عشان هو اكل بسرعه فسحب الدم من المخ. واحد عشان هو ما بيعملش مجهود عشان هو ما خدش الفطار نقسمه في فطار خفيف في الاول اللي هو الشوربه او الميه او التمر واللبن بس اقعد 10 دقائق. انا انصح سيدات البيت ربات البيوت ما تحطوش الاكل على طول.
المدفع يضرب او الاداني يردد ما تحطوش الاكل، استني شويه بعد ما تاخدوا الحاجه الخفيفه اللي هي المشروب الخفيف ده وارجعوا تاني رصوا الاكل مع بعض بعد ربع ساعه او تلت ساعه. هناكل على طول هيجي لهم التخنه. بس في ناس بيجي لها صداع مع رمضان ويقول لك صداع رمضان ملوش علاقه خالص. صداع رمضان جد حضرتك كنت بتدخن وبتصوم 15 ساعه عن التدخين ولسه مش عايز تبطل التدخين، او حد بيدخن قدامك بعد الفطار فبتبقى انت اصلا ادمنت النيكوتين وبيجي لك صداع فعلا مع الفطار والكلام ده. بعد كده كمان في صداع بتاع حساسيه الانف الجيوب الانفيه او حساسيه الانف، انت اهملت العلاج وما بتاخدش العلاج بيجي لك صداع. في صداع بقى العطش عشان هو ما استحرش صح. في صداع تاني بتاع اللي هو التوتر مش فاهم يعني ايه يقول لك احنا ليه بنصوم. في صداع تاني برضه اللي هو بتاع الترش المخلل ده بيعمل لي مشاكل كتير جدا. في صداع رابع اللي هو بتاع السكر ما بياكلش كويس فالسكر عنده قليل ومش مظبط، يبقى الحاجات دي كلها او الانيميا برضو بتعمل لي صداع. لو احنا شفنا ايه سبب الصداع في اول رمضان او قبل رمضان اعتقد هننعم. انا ليه يعني الحمد لله ليه جمهور كبير بيتمتعوا بيطبقوا كلامي ويتمتعوا ويتمنون ان يستمر رمضان طول العام. والله يعني نتمنى ان الناس فعلا تستفيد من رمضان قدر الامكان يعني على مدى ايام الشهر الكريم. احنا بنشكر حضرتك دكتور مجدي بدران استاذ الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه واستاذ المناعه ايضا. اهلا بحضرتك مشاهدينا، ده كان اخر حواراتنا النهارده في هذا الصباح. نشوفكم بكره مع فريق عمل مختلف ساعتين من 8 ل 10 في هذا الصباح على النيل الاخبار. الى اللقاء. We'll be right back.